الوصفة اللي بدأت ترجع شعري أحسن من الأول. الحقيقة أنا بوظت شعري جدا بالبروتين والكرياتين وخلافه، فبدأت إن أنا أرجع لوصفة قديمة كنت عملتها زمان لما كان شعري برضو باظ مرة من الصبغة، اللي كان بيغلي على النار ده كركديه. هسيب لكم كل المكونات بتاعته في صندوق الوصف، ومعاه شوية أعشاب بحطها عليه علشان يطلع لي اللون ده وأعجن بيه الحنة. الكركديه معاه بذور كتان، معاه بذور شيا، معاه خلطة أنا بعملها للزيت وعملها للحنة. بحط الخلطة دي شوية أعشاب بحطها على الكركديه وهو بيغلي، ولو في بنجر بحط كمان بنجر، ومعاهم 2 باكت شاي احمر و2 باكت شاي اخضر. وانا بعجن كده، بعجن بالمحلول اللي انا عملته ده وغليته، واحط عليهم شوية من الخل علشان يخمر كويس. هنا كنت بعمل مسحوق تاني شامبو للشعر، هنزله لكم في وصفة تانية. بعد ما اعمله كده واخمره لغايه ما يكون، اقلبه لغايه ما يوصل للمرحله دي، بحط ويتخمر، بحط عليه الزيت، زيت الاعشاب ده، وهكتب لكم كل المقادير بتاعت الاعشاب. بعد ما اتركه يتخمر على الاقل 6 ساعات بقوم جاي حط عليه الزيت دوت ومقلبه تقليبه كمان، واحطه على شعري لمده 6 ساعات تانيين، واقفل على شعري ببونيه، وبعد كده اشيل البونيه ينشف. الاعشاب اللي بحطها مع الكركديه بتكون روزماري، ومعاه مرمريه، ومعاه بابونج، ومعاه حبه البركه، وقرنفل، وورقتين من ورق الغار، واسيبهم يغلوا. وهكتب لكم المقادير دي كلها في صندوق الوصف، ومعاهم معلقه كركم كبيره، وبسيبهم يغلوا لغايه ما وبعد كده بصفيهم يبقوا كده. باخد منهم كمان اتعج بيهم الزياده، بحطه على فروه الراس كل يوم واتعج بيهم فروه الراس، بيعمل تنشيط لفروه الراس.